بعد قرابة 12 عاما على إدرام محمد البوعزيزي النار في جسده إثر مصادرة الشرطة لبضاعته مطلقا الشرارة الأولى لثورة الياسمين، يحصد بائع متجول آخر في تونس شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تنجم تواصل، تنجم تكبر، وانت راك اللي يتم بمشروع نتاعك. علاش؟ على خاطر الناس الاخرين وقتاش يمنوا به المشروع نتاعك؟ وقت اللي انت تكون ناجح. اما انا سبحان الله يعني حاله خاصه صارت معايا في تونس، فرحان اللي بالحق فجاه يعني نرقى التوانسه الكل ممنا بالمشروع هذا، ويعرفين يعني ستريت فود شنو نجموا كيما نقولوا احنا نضيفوا به لبلادنا تونس، وان شاء الله ديما متقدمين وان شاء الله ديما القدام ان شاء الله. ففي نهاية نيسان أبريل أوقفت الشرطة الحبيب وأغلقت محله المتنقل أمام أنظار زبائنه، معللة قرارها بعدم حصوله على ترخيص. والتقطت مقاطع فيديو عدة وثقت عملية الإغلاق تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا بأن السلطات تحبط عزائم الشباب الذي يريد إنشاء مشاريع. وكسب البي تعاطفا كبيرا معه في البلاد، وتزايد عدد المعجبين بالطعام الذي يقدمه. جيت بالدم على ساندويتش، خد قالوا لي بنين برشا على قد ما طيبت انا وما شيء، قلت خليني نذوق البنه اللي فيه اليوم، هبط من الاربع انا اليوم. ويرفض البي تشبيهه بالبوعزيزي في بلد يمر بازمه اجتماعيه واقتصاديه حاده، لكنه يرغب في استغلال شهرته لالهام الشباب التونسي وتحفيزهم للقيام بمبادرات بالرغم من اصطدامهم بعقبات بيروقراطية وإدارية. المساج اللي حبيت نوجهه للعبيد، راك كي يبدأ عندك مشروع انت ممن به، مش غيرك ممن به، انت ممن به، راك اذا وصلت يعني طحت فيه ولا فشلت فيه، مش هذيك راهي صحيح نقطة النهاية، ليه بالعكس نجم تخلق من الضعف قوة. ويشرك البي زبائنه في إعداد الساندويش من المشاوي، ويتحدث معهم بطريقة استعراضية تشد الانتباه إليه، ما جعله نجما في زمن وجيز، وأغرم كثر بفضله بأطعمة الشارع أو ستريت فود على الطريقة التونسية. شيء حتى حد ما طلع؟ ملح.